نديرو فيه دي بوزيتاب انا راه خاصه بالرجاء كان طلب خاص اي سيادتكم كيجا يعني اليوم الحمد لله مدينه تيزيت هذا المشروع اللي جا من بعد واحد المناقصه ومن بعد واحد المباراه ديال المهندسين اعتقد السي التجري ما عرفتش معنا هنا حنا المشروع خدا كذلك بعين الاعتبار يعني المواصفات والخصوصيات ديال المنطقه مدينه تيزيت الانشطه المرتبطه بالسلامه الطرفيه تخص اساسا بنايه جدران واقية على الطرق اللي فيها النسبة ديال الخطورة كبيرة اللي بالنسبة لنا تمثل نقط سوداء فحوالي جوج ديال الكيلومتر ديال الجدران الواقية اللي مفروض على أنه بالفعل ساهم في السلامة الطرفية على هذا الرش بالإضافة إلى تقوية العديد من المسالك وخاصة إذا بغيتوا تقولوا استجابة لطلبات الساكنة وخاصة بعض الشباب في المدارس السنة اللي مضت كنا جينا على هذا الاساس طلبوا منا بعض التلاميذ ورفعوا لنا طلب على انه يستعملوا الدراجات في الليل وفي هذه وطلبوا منا على اننا نحرصوا على ان نوفروا لهم واحد الجزء من السلامه على الطرق فبعد سنه الحمد لله يمكن نقولوا انه الاستجابه الان تمت وحوالي 14 15 كيلومتر غادي يكونوا التوسعه ديال الطريق اللي غادي توصل حتى 12 متر 7 متر اللي هي المودروني زائد متر ونص من كل جهه بالاضافه الى تكتل ديال متر متر بالاضافه الى ضروره الاهتمام بالاطفال وبالشباب اللي انهم حاله بعض ديال السلامه الطرقيه اللي غتكون مركز ديال التكوين على السلامه الطرقيه على اساس انه اليوم هذه الثقافه ديال السلامه الطرقيه انخرط بها الانسان منذ الصغر فاذا اليوم تيزنيت يمكن نقول لكم هو ثاني ورش هذا القبيل على الصعيد الوطني بعدما افتتحنا خلال الشهر المنصرم وحده الحلبه الاولى بهذه نفس المواصفات في قرسيف.